هناك أكيد استفزاز من الإطار التنسيق ومن السوداني بشكل عام عندما يعرض نفسه من خلال المحللين السياسيين التابعين للإطار التنسيقي باعترافهم أن السوداني جاء من حكومة الإطار التنسيقي، ربما قد يستفز التيار الصدري من جديد وقد يعود إلى الساحة السياسية في أي لحظة ممكنة، وهذا الشيء لا يخفيه للعلن أن السوداني هو يعني ضلع من أضلاع الإطار التنسيقي ويعد ركن أساسي من الإطار التنسيقي، بل هو مزكى من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كون هنالك أصبح إصرار وأصبح تعند من الفريقين من قبل التيار الصدري والإطار التنسيقي بخصوص رفض محمد الشيع السوداني وثورة عاشوراء التي جاءت فيها التيار الصدري، هي خير دليل عندما ربما راحت فيها أكثر من 40 أو 50 قتيلا من قبل التيار الصدري. كذلك المواجهات التي حصلت بين الطرفين نتيجة تمسك الإطار التنسيقي بمحمد الشيع السوداني، لو كان محمد الشيع السوداني مستقلا لما حدث هذا الاقتتال الذي حصل بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي قبل شهرين في المنطقة الخضراء، والكل يرجح أن محمد الشيع السوداني هو حليف للإطار التنسيقي، ولكن ربما من خلال الجدول الأعمال ومن خلال المنهاج الوزاري لمحمد الشيع السوداني ربما قد يعني تختلف نظرة التيار الصدري وقد تختلف نظرة الشارع العراقي بشكل عام، مهلة ربما قد تعطى شهر أو شهرين لمحمد الشيع السوداني وبعدها قد يعطى النظر إن كان أنصار التيار الصدري سينزلون إلى الساحة السياسية من جديد وقد يعلنون اعتصاما مفتوحا في العاصمة في بغداد وجميع المحافظات العراقية كما فعلوا عندما رشح الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني.